ماكسيموم فيه سلفا، يعني قبل ان يتم انشاء المؤسسه وطنيا فهو يكون قد حصل نفسه وضمن حقوقه مسبقا الوطنيه. وهذا بطبيعه الحال هو يعني فعلا ان لا 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 يعني لا تبشر بخير، لا تبشر على ان هذا القانون سيجيب على الاشكالات وسيسد الثغرات التي كانت في السابق، حتى فيما يتعلق كما قلت بمساله الوساطه نفس الفصول تقريبا تغييرات، اللهم بعض اشارات خفيفه. هذه الدول هي فقط من اجل تلميع الصوره، من اجل يعني نقولوا تلميع لا فيترين ديالها. فبالتالي اليوم عام 2022 ما صدرت حتى شي يعني التقرير ديالها. احنا الدوله تسير في تشجيع الوسائل البديله على يعني على راسها التحكيم، ولكن اذا كانت هذه الدوله هي بنفسها لا تلجا الى التحكيم سواء الدوله او المؤسسات التابعه للدوله فهي يعني لا تلجا الى التحكيم او الوسائل البديله. يأتي هذا النشاط في إطار ندوة وطنية تحت عنوان الوسائل البديلة لحل نزاعات الاستثمار الرهانات والتحديات، وطبيعة الحال بتنظيم من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بشراكة متكاملة مع مركز الألفية للدراسات والأبحاث القانونية، وكذلك مجموعة المركز الدولي لحل النزاعات بالرباط. فطبيعة الحال أهمية هذا الموضوع من توجيهات السامية لصاحب الجلالة بمناسبة الخطاب المولوي المؤرخ في 14 أكتوبر بمناسبة الدورة الخريفية التشريعية الأولى، وكذلك تأتي هذه الأهمية أيضا من خلال قانون ناظم للوساطة الاتفاقية والتحكيم تحت رقم 95/17 الذي أيضا نشر في الجريدة الرسمية منذ يونيو الماضي، ومجموعة من القوانين التي لها ارتباط أو تشجع على سلوك الوسائل البديلة بعيدا عن القضاء الرسمي، خاصة وأن نعلم جميعا على أن النظام القضائي فيعرف بطبيعة الحال مجموعة من المعوقات ومجموعة من الإكراهات والصعوبات سواء على مستوى يعني إجراءات التبليغ، كذلك سواء على مستوى مساطر التبليغ وغيرها من الصعوبات. على مستوى ديال القانون ديال تبسيط المساطر، القانون ديال تبسيط المساطر كذلك عنده علاقة بمجال التحكيم. ولكن أنا في مداخلتي سأتطرق إلى بعض النقاط المتعلقة بما يسمى بالهدف من هذه الآليات البديلة، خصوصا الوساطة أو الصلح أو التحكيم. اليوم نظمت كلية الحقوق بطنجة موضوع الوسائل البديلة لفض المنازعات، كانت مداخلة ديالي بالنيابة على الأستاذة منال منصور نائبة عميد كلية الحقوق بخصوص موضوع خصوصية التحكيم في منازعات التجارة البحرية، منازعات النقل البحري للبضائع نموذجا، وكان هذا الموضوع ذو أهمية قصوى نظرا لأن اليوم الاستثمار ما عندوش حدود، وبطبيعة الحال الملاحة البحرية والتجارة البحرية عندها دور كبير في الاستثمار بالمغرب وفي النمو الاقتصادي المغربي، وبطبيعة الحال خرجنا بمجموعة من الخلاصات اللي توصلت لها الأستاذة الفاضلة منال منصور، واللي من بينها ضرورة الإسراع بإدخال تعديلات على المستوى القانون التجارة البحرية، بطبيعة الحال خلق مشروع للتحكم في القواعد القانونية أو لضبط القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية والتجارة البحرية بشكل عام، تعزيز بطبيعة الحال الشراكات مع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين اللي سواء الوطنيين والدوليين بطبيعة الحال لتبادل المعلومة ولتبادل الخبرات. أيضا تم يعني تموقع في إطار التجارة البحرية وبالضبط التحكيم الإلكتروني لما له من دور كبير في إطار فض المنازعات، أيضا التعاون بالإضافة إلى مجموعة من النقاط الأساسية الأخرى. بطبيعة الحال هذه كانت فرصة لنا باش أننا نتبادلوا مجموعة من
من الخبرات مع أساتذة أجلاء مع خبراء مع أشخاص في الميدان، وبالتالي الحمد لله اكتسبنا مجموعة من المعلومات في إطار هذه الندوة المتميزة اللي دامت يومين، وحنا الحمد لله تشرفنا باستدعائنا للمشاركة في هذه الندوة هذه.